أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو اتفاقهما على قضايا الثورة الأساسية ودعم مطالب الشعب السوداني في التغيير الجذري وضرورة تقويم نواقص وعيوب الاتفاق السياسي الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في مرحلة التفاوض حول الإعلان الدستوري بين الطرفين. وبحسب بيان مشترك فقد التقى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وفد من الحركة الشعبية بقيادة السكرتير العام عمار أمون دلدوم مع وفد من تجمع المهنيين السودانيين برئاسة دكتور محمد ناجي الأصم. وأكد الطرفان أن الحل الشامل للقضية السودانية لا يتأتى إلا بمخاطبة ومعالجة جذور المشكلة السودانية، فيما أمن الطرفان على ضرورة التمسك بمدنية السلطة كأفضل الطرق لإنهاء الحرب وإحداث التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في السودان. هذا وقد استطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من المهتمين حول عودة التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بعد توافق مكونات الحرية في أديس أبابا ومطالبات المجلس بالإسراع في تكوين حكومة كفاءات. طبعا هو كويس جدا جدا الناس تقعد تتفاوض، وخصوصا في مناخ من الحرية وفي مرونة كثيرة جدا من المجلس العسكري والحرية والتغيير. الناس بقت تتفاهم بعض. أول أيام كان في نوع من الاحتقان، كل زول جاي محمر للتاني إنه ده داري يشيل وده داري يسوي وده داري يفعل ده. لكن الناس لما قعدت في طاولات على التفاوض، وده طبعا يدل على العقلية الجبارة للشعب السوداني وللوعي السياسي بالنسبة للشعب السوداني. فأنا أرى إنه يعني رأيي الشخصي، أنا أرى إنه متفائلين جدا جدا نحصل تفاوض، يحصل وصول للدولة ذات الحكم المدني. نعم، يعجلوا بالاتفاق، واتفاق يخاطب القضايا الأساسية، ما يكون طبعا كالفتاة. نحن ما نستغل قصة أنه فعلا في غياب فترة طويلة جدا للحكومة أنه الناس الأمر الواقع، لا، كمان لازم يخاطب القضايا الأساسية من أجلها الشعب السوداني طلع مطالب بتغيير لمشاكل متراكمة لـ30 سنة. فلا بد أن المفاوضات تستند على المطالب الحقيقية اللي قامت من أجلها الثورة. إذن الثورة قامت ليش؟ الثورة قالت حرية، سلام وعدالة. الحرية لينا كلنا نخد جنبا سلاح ونجي نبني بلدنا. العدالة دي المساواة، حرية، سلام، السلام جنبا سلاح. ما دايرين تاني سلاح يترفع، ما في زول يقتل زول من بلده. نحن بنحارب وين؟ ناس دارفور بيقتلوا في ناس دارفور، ناس النيل الأزرق بيقتلوا في أخواننا من النيل. الجنوب يا أخواننا نعتبر وطن عزيز وغالي علينا، راح بمحاصصات سياسية لعدم فهمنا لعملية السلام.